اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة على حاجة اسمها المودز. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. المودز يعني ايه المودز؟ المودز هي نوع من انواع السلالم كانت بتستخدم قبل انواع السلالم المعروفة اللي احنا نعرفها دي. طيب انا هعمل تجربة صغيرة دلوقتي. هيشاركني معايا النهاردة في الحلقة دي صديقي كريس. صديقي كريس هو شاعر وهو فنان وعازف بيز وعازف جيتار. فكريس هيساعدني النهاردة بانه هيعزف معايا البيز عشان اعمل لكم التجربة اللي احنا هنعملها دي. ايه التجربة دي؟ انا هعزف سلم الدو ماجير، السي ماجر سكيل. الصباع الثاني على الوتر الخامس، الصباع الرابع على الوتر الخامس، الصباع الاول على الوتر الرابع، 2 4 1 على الوتر الثالث، 3 4. عامل اوكتاف واحد بس. احنا خدنا الباترن دي قبل كده لو تفتكروا السلالم القديمه قبل ما نعملها قبل الار جي تي، عملناها السلالم من باترن من 1 ل 6 اعتقد هي كانت 5 او 4. فاحنا هنعمل الباترن ديت. انا مش هعزف غير النوت دي خالص. دلوقتي كريس صاحبي هيعزف، هيبدا بعزف نوتة واحدة بس في الخلفية كإيقاع، نوتة واحدة بس في الخلفية كإيقاع. هطلب منه اول حاجة هيلعب نوتة الدو. كريس can you play C only note C as a rhythm in the background. النوتة C هي اول نوتة في سلم الدو ماجير. تخيل النوتة بتاعت الدو ماجير 1 2 3 4 5 6 7 اول نوتة اللي هي السي او الدو. Yes we can start. دي أول نوتة، أول نوتة بيسموها المود، أول مود فيهم لما تعزف أول نوتة في السلم تبدأ بيها اسمها الأيونيون. الأيونيون، الأيونيون أو الأول مود من المودز بتاعتنا. طيب هخلي كريس دلوقتي يعزف نوتة تانية اللي هي تاني نوتة من السلم اللي هي الري في سلم الدو ماجير. هيعزف بس النوتة دي في الخلفية وهنشوف الإحساس بتاعي لما أنا هعزف نفس النوت من نفس المنطقة اللي أنا عزفت فيها. Chris, can you play please D as a rhythm as well as we do? شايف الفرق؟ انت حسيت بالاولاني فرحة كده ومود تاني خالص. التاني مود هنا بيسموه الدوريان. المود ديت عبارة عن انك انا ببدأ السلم الماجير من تاني نوتة. شوف الاحساس بتاعها مختلف ازاي، حسسك بحاجة منير او حاجة حزينة. هنعمل تالت واحدة بيسموها الفيرجن، فيرجن مود او فريجن مود. كريس we're gonna do the E now. النوتة مي، النوتة مي هي تالت نوتة من نوت السلم الموسيقي اللي هو الدو ماجير بتاعنا. شفت الفرق؟ دي احساسها شرقي خالص. المود الفيرجي مود دوت عبارة عن المود اللي بيحبوه بتاع عزف الفلامينكو، هو عزف سلم الماجير من النوتة التالتة. على فكرة مقام الكورد اللي احنا نعرفه في الشرق قريب جدا من الفيرجي مود.
ان انا اعزف المقام الكورد. فهكذا انا لو انا عزفت كل نوتة من نوتة الجيتار مع سلم الميجر ببدأ منها، يعني لو بدأت سلم الميجر من الدو، لو سلم الدو ماجير مثلا بدأته من الدو بيديني احساس، بدأته من الري بيديني احساس تاني، من المي بيديني احساس تالت، من الفا بيديني احساس تالت. كل مود منهم ليها اسم، الاسامي بتاعتها ايونيان دوريان فريجيان ليديان مكسوليديان ايوليان، دي كلها جاية من اسامي مدن يونانية بدأت فيها استعمالات السلم دي، والمدينة دي مشهورة بان المود بتاع الغنى بتاعها كان بال 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 بالسلم دوت. دي كانت سلالم قبل التنويعات اللي احنا نعرفها، السلم الميجر والماينر والبلوز والجاز وكل السلالم اللي احنا نعرفها والهول تون سكيلز، الحاجات دي كلها جت بعد اكتشاف علم الهارموني وابتدينا نفهم يعني ايه التآلف الموسيقي، كيف يتم التآلف الموسيقي وازاي التحليل بتاعه وازاي نعمل هارموني مثلا. انما السلالم دي كانت بتديني الاحاسيس المختلفة ديت. طب استعمالات المودز ايه اللي انا بستعمله فيها؟ المودز دي بتستعمل بشدة في الجاز، بتستعمل في الامبروفيزيشن، الاحساس اللي انت عايز تطلعه من جواك وتدي الاحساس بتاع المقطوعة اللي انت بتعمل عليها ارتجال او امبروفيزيشن. فبتستعمل او بنستعمل المودز عشان ندي الاحساس ده. وتعزفي الجاز غالبا بيستعملوا المودز دي كتير قوي، ومفيش مانع انك انت تستعملها في اي حاجة، حتى في مؤلفاتك الموسيقية لما تيجي تبدأ وتعمل وتقف على كورد معين في السلم الميجر وتبدأ تعمل عليه السلم بتاعه من المنطقة اللي احنا بتاعت المود اللي انت قصدها، بتديك احساس مختلف جدا للمنطقة بتاعتك بتاعت العزف او من اللحن بتاعك. فاكتشف المودز بنفسك، اعزف نوتة واحدة وابدأ اعمل تنويعات السلم الميجر عليها، وهتكتشف اللي انا اساسا بدأت اكتشفه وبدأت ان انا استوعبه وبحاول ان انا امشي فيه اللي هي المودز، عشان تنوعاتك اللحنية تختلف والامبروفيزيشن والارتجال بتاعك يختلف. وشوفكم الحلقة الجاية.